مصنع ألعاب ولا مصنع حلويات؟ تفتكر هيكون إيه رد طفل مريض بتسأله عن أمنيته في حياته؟ تعالوا نشوف الأطفال المرضى اتمنوا إيه من هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى في العالم كله. كان في عندنا أمنية لبنت، كانت أمنيتها إنه تبني مسجد لله في إحدى الدول الأفريقية. ولما سألناها يوم سألناها ليش الأمنية هذه بالذات، قالت أنا أريد أحفر بئر وأبني مسجد لله اثنين مع بعض. طيب ليش؟ قالت أنا شفت أحد البرامج الوثائقية للأطفال يمشون فيه 3 كيلو و4 كيلو عشان يجيبون الماء، فأنا أريد أخفف عنهم بحيث أن يكون في بئر عندهم في القرية يساعدهم ويحميهم، وفي نفس الوقت أريد أبني مسجد لله. هذا المسجد تعلموا فيه القرآن والصلوات، ويكون هذا المسجد صدقة للمسلمين. فلما اتبنى المسجد واكتمل المسجد ورحنا افتتحناه، لمست أثر هذه الأمنية على أهل القرية. أعطيك بس مثال بسيط، إمام المسجد كان يقول لنا إحنا نمشي كل يوم 20 كيلو لأقرب مسجد. اليوم بفضل المسجد هذا حتكون تجينا القرى الأخرى عشان تصلي عندنا وينتشر فيها المعرفة. فالإحساس اللي أنا لمسته في القرويين في هذول الناس، تمنيت إن لو في يوم من الأيام كان عندي أمنية تكون هذه أمنيتي. يا الله،